العراق لم يبع قطرة نفط منذ تأسيسه منذ 1927 إلى حد اليوم إلى غير ملاك المصافي. بمعنى العراق عندما يصدر النفط باتجاه العقبة سيتم بيع النفط من خلال سومو إلى ملاك المصافي الذين يريدون أو يرمون تكرير نفطه. شراء النفط وتكريره. تمام. هذا معناه إنه هناك هذا معناه إنه هناك مصفيين في إسرائيل لا ثالث لها هما في القائمة السوداء. معناها إنه نحن لا علاقة لنا في بإسرائيل لا من قريب ولا من بعيد الآن وفي المستقبل.